معرض تراثي كان نتيجة تعاون مشترك ما بين وزارة الشباب وثقافة والاتصال ومؤسسات بنك المغرب. هذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية لمدينة أغمات وكذلك المالية بحكم أنها كانت تتوفر على إحدى أهم دور السكة النقدية بالمغرب خلال العصور الوسطى بل وبالغربي الإسلامي برمته بعد مدينة سجيل ماسة. هذا المعرض يبين كذلك الأهمية الاقتصادية أو التاريخية بحكم أن مدينة أغمات كانت قاعدة لإمارة مغراوة خلال القرن العاشر الميلادي، وهي أيضا كانت العاصمة الأولى للمرابطين قبل تأسيس مدينة مراكش خلال القرن الحادي عشر الميلادي. وهذه الأهمية الاقتصادية والتاريخية والمالية ما مكن هذه المدينة أن تعرف هذه المجموعة من المعطيات الإيجابية وهذه اللي ذكرنا، هو الموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به بحكم أنها كانت ملتقى طرق القوافل التجارية العابرة لجبال الأطلس في اتجاه بلدان إفريقيا الواقع جنوب الصحراء. وأخيرا هذا المعرض هو دعوة لعموم الجمهور لاكتشاف التاريخ التاليد لهذه الحاضرة الوسيطية المندرسة وللتعرف كذلك على مجموعة من التحف الأثرية التي أسفر عنها التنقيب بهذا الموقع ذو الرمزية العالية.